من أشهر النوادر الشعبية عنا هي نوادر جحا. اليوم رح نحكي عن قصة من أكثر النوادر يمكن اللي بينذكر فيها اسم جحا. مين هو جحا وشو هي هاي النادرة؟ مرحب بمحمود طويل، سعد صباح. الله يسعد صباحك أيهم، صباح الخير. يسعد صباحك رمان. محمود هلا ما في بس حدا، بس قبل في حدا اسمه جحا؟ ما هو يعني فايتين على فايتين على هاي القصة. يعني بالبداية ما في حدا بيشتغل بالأدب الشعبي بيهتم بالأدب الشعبي إلا يعني لابد نوادر جحا. لابد إنه يدخل على نوادر جحا، ويعني من باب واسع جدا، لأنه نوادر جحا بثقافتنا العربية وبثقافة حوض المتوسط هي مؤثرة كتير بالثقافة الشعبية. يعني تقريبا هي بتبني أساس الفكاهة بثقافة حوض المتوسط كاملا. نحن طرحنا هذا السؤال على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون سوريا عن مسمار جحا وعن شخصية جحا. هلأ رح نقرأ شوية تعليقات، يعني شوي من التعليقات اللي اجت مجيبة على هذا السؤال، وبعدين رح نجاوب على سؤالك روان، في حدا كان اسمه جحا ولا لا. أبو محمد بيقول قرأت بعض التعليقات شرحت معنى مثل مسمار جحا، لكنها لم تذكر تمام المثل، وهو أنه عند بيعه للبيت قال للمشتري إن هذا المسمار أعلق عليه برنوصي أو سلهامي، وهو ثوب بلا أكمام، وفي كل مرة يدخل بحجة تعليق البرنوص أو لأخذه، والمثل يضرب لمن يتخذ ذريعة بتحايل لفعل أو لعمل ما. والبرنوص نفسه برنوص الحمام كان اسمه برنوص. لا هو يبدو عربها على السلهام، يعني على الفرق أنه السلهام هو فعلا الثوب بلا أكمام. البرنوص هو شيء ثاني، البرنوص فيه له حزام بالنص، السلهام ما كان له حزام بالنص، ولكن يعني قارب من التعريب. الرجل كان في عنده محاولة جيدة. سالي بتقول جحا هو رجل فقير كان يتصرف مع المواقف التي واجهها في حياته بذكاء كوميدي ساخر، ويمكن أن نقول هذا المثل في حالات يكون فيها الشخص لا يربطه في مكان أو مجلس سوى شيء بسيط لا قيمة له، ولكن يصعب أن يتم طرده بسبب ارتباطه في هذا الشيء. هشام بيقول شخصية، بيقول عن جحا أنه هي شخصية خيالية ظريفة من تراثنا العربي، أعرف أنه وضع مسمارا في حائط بيته وأجره على شرط أن يأتي بين الحين والآخر ليستطلع حال المسمار، بينما هو في الحقيقة يريد أن يتجسس على المستأجر ويزعجه، ويستخدم لضرب المثل في من يخلق عذرا واهيا تافها كي يتعذر به لنيل حاجة بالباطل لا حق له. يمكن هي القصة الأقرب حسب ما قرأنا، يعني تقريبا قريبة شوي يعني من نادرة مسمار جحا. آخر تعليق هو لأبو علي الشامي، بيقول هو يبدو أبو علي الشامي مقتبس هذا التعليق يعني من موقع، وذكر أن جحا هو تابعي وكانت أمه خادمة لأنس بن مالك، وكان الغالب عليه السماحة وصفاء السريرة، فلا ينبغي لأحد أن يسخر به، وذكر جحا هذا في كتاب الجلال السيوطي والذهبي والحافظ بن الجوزي الذي قال ومنهم جحا ويكنى أبا الغصن، وقد روي عنه ما يدل على فطنة وذكاء. أنت بتستخدمه أنت أيهم مسمار جحا؟ بصراحة ما بستخدمه، يعني ما قليل يمكن استخدامه بسوريا بشكل عام. أنا بعرف مرقت يمكن أكثر من مرة أنه حدا بيكون أنه بيته يا دوب أنه عامله ورايح جاي بيقعد بيتغنى ببيته، أنا عامل هيك وأنا عامل هيك وأنا عامل هيك، بيقوم أنه يا دوب أنه هو مسمار جحا. أي ما بعرف هيك بسمع يعني أنه بيسمع. هلأ من حيث المبدأ جحا هو شخصية تاريخية، مثل معظم الشخصيات المتخيلة كان لها أصل واقعي. أقدم جحا موجود مدون هو يعني ليس انتصارا لثقافتنا العربية، بس يعني شو بدنا نعمل هيك الحقيقة. أقدم جحا مدون هو جحا العربي، هو دجين بن ثابت الفزاري المكنى بأبي الغصن والملقب بجحا. جحا إلها معنى؟ الجحا إلها معنيين، الجحا هي طفاحة الوجه، والجحوة هي الخطوة الكبيرة. فكانت يعني تؤخذ على معنيين، ويبدو انه يعني دجين كان وشه شوي طفع، ومنشوفها بالرسومات المتخيله على فكره لجحا. انه هلا حنحكي هيك شوي، اي حنحكي شوي عن هي الشخصيه. اقدم شخصيه هي جحا العربي هذا دجين، وهو فعلا كان من التابعين وكان محدث. نحن عم نحكي هلا في القرن الاول الهجري، في القرن السابع الميلادي.
كان الرجل محدث بيحكي عنه الإمام الذهبي أنه هو كان صاحب فكاهة وصاحب نكتة في شبابه، ولكن يعني لما بلغ 40 صار ورعا تقيا، ولكن كان عنده هذه المواقف اللطيفة، هذه المواقف اللي خلدت ذكره كحدا طريف. وأقدم موروث بثقافتنا العربية عن جحا هي القصة الشهيرة تبع الرمل. وقت شافوا حدا عم ينبش برمل قال له على شو عم تدور؟ قال له عم دور على دراهم هون خبيتهم. قال له طيب ما في يعني ما حطيت علامة بهالصحراء هاي وين خبيت الرمل؟ قال له بلا، كانت العلامة هي ظل غيمة. وهي على فكرة مقدمة بمسرحية جحا بالإيطالية، مسرحية جوفا. هلأ كمان حنمر شوي على هذه الشخصية. منجي لشخصية حقيقية أيضا مدونة، هو شخصية نصر الدين، شخصية نصر الدين هوجا اللي هو بيسموه جحا التركي. بينها وبين شخصية جحا العربي في 6 قرون بعد شخصية جحا التركي هي بالقرن السابع القرن السابع الهجري، يعني تقريبا القرن 12 أو 11 ميلادي. بينما شخصية جحا العربي هي بالقرن الأول الهجري السابع الميلادي. شخصية جحا التركي كمان هي كانت شخصية وقورة ومحترمة، كان شيخ جليل، ولكن كمان كان يستخدم، كان داعية وواعظ، وكان يستخدم الفكاهة والظرافة بتعليم الأطفال وبنصح وهداية الناس، وكان قاضي بضيعته. وهو مدفون الآن بأكشهير، بمدينة أكشهير التركية. طبعا بعض الأتراك بيقولوا أنه هو جاء على أكشهير، يعني عاش ودفن فيها وليس منها، وبعضهم بيقول لا هو منها. كمان منلاقي جحا بالفارسية باسم ملا نصر الدين، كمان كان رجل دين. وعند الأقوام الأخرى بأرمينيا منلاقي جحا، بإيطاليا وصقلية منلاقي جوفا اللي هو كمان شخصية يعني كتير قريبة من شخصية جحا. وجوفا أول أثر مدون عنه هي نفس قصة الرمل تبع جحا العربي. فكتير كتير كانت هذه، يعني بيقول عباس محمود العقاد أنه لكل قوم كان لهم جحاويتهم. هذه الشخصية النموذج هي شخصية تمزج الطرافة، تمزج الفكاهة، وتمزج السخرية بمواجهة الواقع وبمواجهة أيضا الحكام والسياسيين. شخصية جحا التركي واجه تيمور لانك، واجه تيمور لانك يعني بقسوة بصد تماما عنه، ولكن حافظ على الظرافة. يعني لما دعا تيمور لانك قال له أنه بتشوفني بالجنة ولا بالنار، كشيخ جليل قال له أنه بتشوفني بالجنة ولا بالنار، فقال له جحا قال له أنت ملك وستحشر مع الملوك، ستحشر مع جنكيز خان ومع فرعون ومع نمرود، فأنت ستحشر مع هؤلاء الملوك. كان له مواقف مع تيمور لانك. من هذه التعدد البيئات بيقول عباس محمود العقاد أنه شيء ثابت الوحيد بكتابه جحا الضحك المضحك، الشيء الثابت الوحيد في جحا أنه ليس جحا واحد. كان في يعني كان لكل أمة جحاهم، وكان هذا الجحا يحمل موروثات شعبية ويحمل قصص ويحمل نوادر. طبعا يحمل نوادر ويحمل كذا، وهي بقى صارت تحمل هذه المواقف والنوادر والطرائف، صارت تحمل على كل شخصية فيها من هذه السمات. ولكن وبالتالي هي مانا شخصية واحدة تماما تماما. هي يعني بيحكي فيه عباس محمد العقاد بيقول انه من المستحيل تلاقي شخصية واحدة تحمل كل، يعني احيانا بيطلع جحا ببعض النوادر هو شخص أبله، شخص ما عنده فطنة ولا عنده ذكاء، بينما في نوادر داهية أخرى بيطلع داهية، ولكن استخدم التغافل. حتى بيقول عنه الإمام الذهبي إنه عن دجين إنه هو كان ذكي ولكن كان متغافلا، كان يعني بيساوي حاله مثل ما بيقولوا بالعامية، يتصنع الحمق، يعني ما كان أحمقا. فبيقولوا عباس محمود العقاد إنه مستحيل حدا يجمع كل هذه النقائض بشخصية واحدة وكل هالبيئات المختلفة. أنه في عندك روايات من أيام الأمويين، هو فعلاً دجين عاش ما بين الأمويين والعباسيين. يعني شخصية دجين قدرت تحمل بالبداية جحا لأنه عاش 100 سنة، فعاش كثيراً، فقدر يخلد كثير من المواقف. وطبعاً دس عليه يعني مواقف أخرى نتيجة الخلاف البصري الكوفي، هو كان في الكوفة، كان من فقهاء الكوفة، فنتيجة الخلاف البصري الكوفي كمان دس عليه بعض الدسائس. الجحوية كانت نموذج شعبي
في مواجهة الوقائع المتردية، إن كانت وقائع اجتماعية ولا وقائع سياسية. مسمار جحا كحادثة، يعني هلأ خلصنا من جحا وصلنا لمسماره. يحكى أنه جحا أخذ مبلغ، أخذ دين من أحد على أن يوفيه، ورهن داره مقابل هذا المبلغ. جاء موعد السداد وما استكمل جحا المبلغ، مبلغ السداد، فكان لابد أنه يبيع هذه الدار لصاحب الدين. فاشترط جحا أنه في مسمار، هذا ذكرى من أمي، فنحن بنكتب بالعقد أنه هذا المسمار هو إلي والبيت كله لك. فطبعا وافق يعني الشاري، انه شو بده بالمسمار، خلص بترك له اياه، مو هالقصه العظيمه. وفعلا جحا يعني مثل ما قالوا معظم اللي علقوا، فعلا اخذ هذا المسمار حجه للتردد على البيت، صار يدخل خاصه باوقات الطعام منشان ياكل مع صاحب البيت، يدخل عليهم باوقات النوم منشان ما يستريحوا، صار يتردد على هذا البيت ويزعج الساكن الجديد بحجه هذا المسمار، حتى يعني في النهايه مل هذا الشاري من هذا البيت، قال له اخي رجع لي مصرياتي وخذ البيت ومسامح بالدين. يعني قدر يقضي، يخلص من دينه بسبب هذا المسمار. طيب انت اكيد قرات كثير عن جحا ونوادره، شو اكثر شيء هيك لفت لك نظرك، يعني شيء كوميدي؟ هلا اكثر شيء صراحه هو قصص جحا مع تيمور لانك. لأنه الطرفة قد أمام الناس تكون سهلة، يعني تصنيع طرفة أمام الناس شيء متيسر، ولكن تصنيع طرفة أمام غازي من هذا النوع، من غزاة المغول، حيكون صعب. صحيح. ويعني قد يكون مؤلف بعض الطرف، بس كل هذه الطرف، فإذا حتما هذا الرجل قدر ينكت قدام تيمور لانك وقدر يواجهه بالنكتة. فإحدى نوادر جحا أمام تيمور لانك أنه هو دخل عنده، كان يعني بده يعملوا جو فكاهي ويكون جحا هو المضحكة تبعهم، فجاب كل واحد من حاشية تيمور لانك بيضة وجلسوا عليها كفعل الدجاج يعني. ولما دخل جحا قعدوا بمكان، فكل واحد منهم صار يصدر صوت الدجاجة ويطلع البيضة اللي قاعد عليها. فوصل الدور لعن جحا، فقال له تيمور لانك، قال له وين البيضة اللي انت بضطها؟ قال له لكل دجاج ديك وأنا ديكهم. فكان في يعني جوابه حاضر، كان قادر على تصنيع نكتة أمام حدا من دون اعتراف به كملك، وكان يعني دائما في عنده هذا التضاد أمام تيمور لانك. وحتى يعني يحكى انه اكشهير اللي حماها من مجازر تيمور لانك هو طرف وظرف جحا في مواجهه تيمور لانك. جحا يعني هو نموذج شعبي، قدرت شعوبنا تحافظ على نوادره لانه هي محتاجه. صحيح. هذا المواجهه محتاجه تواجه ظرفها بشيء من الظرف، بشيء من التغافل، وبشيء من التذاكي احيانا على الواقع. مسمار جحا كثير بشبهه باللي عملوه الإسرائيليين بحي الشيخ جراح، بمقام أو قبر شمعون الصديق. هو قبر مختلق تماما تاريخيا، هذه العظام ليست لهذا المكان، ولكن حطوا هذا المسمار من شان يدعوا أن هذا مكان ويترددوا عليه. هو شيء مثل اللي عملوه الإيرانيين في كثير من البقع السورية اللي لها علاقة بالمراقد والمزارات وما إلى هنالك، واللي هن يعني حتى تاريخيا هي لا تنتمي إلى هذه البقعة. مسمار جحا تحول من حدث اجتماعي لحدث سياسي، صار يعني مصائر شعوب ومصائر كان مرهونة بهذا المسمار. آخر شغلة هي عن صورة جحا اللي كتير شهيرة، اللي إلها علاقة بشيخ قاعد عكس اتجاه حمار. هي الصورة كتير لا في قصة هلا ذكرتها كمان على نفس الموضوع، كانوا يحكوا لنا اياها نحن وصغار، بس كمل على الصورة. شكرا. فكان بدك تحكي نفس القصة بس هي لا. هي الصورة طبعا تؤخذ على انه على قصص جحا وحماره وكذا، ولكن هي الصورة إلها دلالة كتير بالنسبة إلي مؤثرة. كان نصر الدين هوجا
طبعا هوجا بتعرف انه هو المعلم طبعاً. فكان لما بيطلع بيدرس تلاميذه وبيتمشى معهم بأقشهير، هو كان رجل كبير بالسن وسمين فما بيقدر يمشي كتير، فكان بيقعد على الحمار وبيضل وجهه لعند تلاميذه منشان يضل عم يعطيهم الدرس ويضل عم يسمع منهم ويسمعوا منه ويتحدث معهم. فكان يقعد بالمألوف، فكان يقعد بعكس اتجاه سير الحمار منشان يضل وجهه لعند التلاميذ. طبعا في إلها كتير يعني أحداث بيقولوا إنه منشان يراقب حميره وكذا، قطيع الحمير تبعه والأغنام ما يضيعوا وكذا، ولكن يعني هذا ما يعني وثقه الأتراك حتى في كتبهم إنه هي كانت قاعدة نصر الدين هوجة من أجل التلاميذ، فهو كتير كان يعتني بتعليم الأطفال والناشئة. كتير أثر صراحة، أثر فيني كتير نصر الدين هوجة لما قرأت عنه عند الأتراك. حلو كتير. بدك تدير القصه تبعي بسرعه لانه اساسا خلص وقتنا، انه بيكون في شيخ وجحا على الحمار بيكونوا بطريق السفر، كل شوي بيوقع منهم شيء، بيجي جحا بده يوقف بده ينزل يجيبها بيقول له لا لمس الشيطان لمس الشيطان لمس الشيطان، لوقت بيمرقوا بجبل يمكن بيقوم بيوقع الشيخ بيجي بيقول له يا جحا تعال شيلني، بيقول له لمسك الشيطان بيتخلص منه. هاي بتذكر انه كانوا يحكوا لنا اياها نحن وصغار. شكرا لك كثير على هاي المعلومات الحلوه، استمتعنا كثير محمود طويل. شوفك أكيد الأسبوع الجاي.